اشملنا بعفوك وافرض علينا من كرمك. تولنا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، نسالك الاخلاص ونعوذ بك مما سواك. اللهم امين يا رب العالمين. وبعد، حين نتحدث عن احد مؤلفات شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، فاننا نتحدث عن سفر ادبي من نوع فريد. هذا هو القاسم المشترك بين كل ما كتب فيه رحمه الله تعالى: أدبه الرفيع وتناوله للكلمات الجزلة التي يتعامل بها مع أفكاره. ثم ننتقل إلى الإحساس بما يكتب وبما يقول. كان الرجل رحمه الله تعالى مهموما جدا بالأمراض السائدة في أمته، وكان غيورا على دينه، وكان مشفقا على الأجيال التالية، وكان رحمه الله تعالى ذا بعد وأفق ورؤية، وكان رحمه الله تعالى يستنبط ما يمكن أن يترتب على الواقع الذي يعيشه. كما ذكرنا في اللقاء السابق أني استمعت إليه في أحد أشرطته في عام تقريبا 2005، وكان قد تكلم في الثمانينات في أحد الأشرطة وهو يقول: من السفه أن يمكن الله تعالى لأمة بهذه الأخلاق، أخلاقهم لا تؤهلهم لأن يتمكنوا، حتى لو أراد الله تعالى لهم أن يتمكنوا كمسلمين كإرادة مشيئة لله تعالى، إلا أن الواقع لا يتجاوب مع ذلك. فكل طبيب يكون بين يديه مريضه يتمنى ويريد له أن يكون معافا سليما، لكن الأعراض القائمة في الجسد تجعل الطبيب يقول وبمنتهى الأسف: انتظروا قضاء الله تعالى وقدره وأمره ومتى اللحظة التي ستخرج فيها الروح من هذا البدن. يقول هذه الكلمات خلافا لما يكنه في نفسه من حب الشفاء لكل الموت، ولكن الواقع يفوق نفسه. وكان رحمه الله تعالى الشيخ الغزالي يصف هذا الواقع. ولا أزال أذكر مرة أخرى لما حدث الثورة في مصر في 25 يناير، وتبعتها هذه الطفرة المفاجئة التي حصلت، كنت واحدا من الناس متهما بالتشاؤم: لماذا لا ترى في الأفق البعيد حلما جميلا؟ فأقول: لا أرى نصبا يناسب أخلاقيات الناس، أو لا أرى أخلاقيات تناسب النصب المؤمن من الله تعالى. لو لاحظنا أن الله تبارك وتعالى وعقب انتصارات بدر عاتب الأمة لبعض الأفراد الذين لم يحسنوا أداء مهمة. قال الله تبارك وتعالى: أصلحوا ذات بينكم. قالها في سطر سورة الأنفال ليعاتب المؤمنين بعد غزوة بدر وبعد غزوة أحد، حدثهم بقوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكأن هذا القلم لن يكون له أثر على الورقة إلا إذا كان مكتمل الأركان، فإذا فقد شرط الحبر في داخله لن يكتب حتى وإن اكتمل في شكله. وهذا الكتاب لن يقرأ إلا إذا كان مكتمل الأركان، فإن كانت أعداد صفحاته مكتملة وقد خلا من الكلمات المدونة فلن يقرأ منه شيء. وكذلك النصر المؤمن من رب العزة سبحانه وتعالى لا بد أن يكون بين يديه مقدمات تؤهل المجتمع لاستقباله، مهما كان الشراب ذكيا إذا أفرغ على الأرض فلن ينتفع به، لا بد له من وعاء. أول وعاء أرسله الله تعالى في مجتمعات الحياة المسلمة هو وعاء الأخلاق مع العقيدة. إذا انفك أحدهما عن الآخر لن يستقيم أحدهما دون الثاني. وبناء على ذلك فكان لابد من مطلبنا الأول في حياتنا بعد أن شهدنا لله بالوحدانية ولنبيه محمد بالرسالة، لابد لنا من المطلب الأخلاقي، لن نعيش بدون ذلك. وبناء على هذا وجدنا الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى
يعلم في جملة المقدمة تحت عنوان نحو عالم آخر. ولا تؤاخذوني في هذا السؤال، قد علمت من الأسبوع الماضي أننا سنتناول هذا الكتاب دراسة، فكم عدد الأفراد هنا الذين فتحوا الكتاب أو بحثوا عنه أو حاولوا وجوده على صفحات حتى الموبايل أو الآيباد؟ أو من يوم انتهت المحاضرة. جزاكم الله خير. الواجب المطلوب منا لا نؤديه، ونحلم بتطور في حياتنا لن يحدث، لن يحدث إذا كنا فقط نعيش في حلم الشعارات، فلن نتقدم خطوة واحدة. فكل الطلاب الملتحقين بالدراسة كل منهم يتمنى أن يكون الأول على المدرسة أو حتى على الجيل الذي هو فيه، لكن من منهم يذاكر؟ من منهم يحضر دروسه؟ من منهم يستعد للامتحان؟ أولئك الذين يلحقون بالركب فقط دون غيرهم. نحو عالم أفضل، هذا أحد العناوين الموجودة معنا الآن. وباعتبار أن حضراتكم ليس لديكم حتى الكتاب، فهذا دليل على أنكم لم تراجعوا ما ذكرناه في المرة السابقة. فدعونا نقول الجمهور الكرام على ما تم الحديث عنه من خلال هذا الكتاب بعد أن تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صدر الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كتابه خلق المسلم، كتابه خلق المسلم بمقدمة ذكر فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأشار إلى أن الإسلام بكل ما فيه من تكاليف وعبادات وجهاد مطلوب وأعمال، كل ما فيه الإسلام نظام حياة. ولنتصور ذلك نريد أن نتصور النظام الذي يقوم به هذا المركز الذي نحن فيه الآن. فهناك أبعاد إدارية، وهناك أبعاد مالية، وهناك أبعاد للإعداد للأماكن، هناك من يجلس على الكمبيوتر ليدون، وهناك من ينظف القاعة، وهناك من يرفع الأذان، وهناك من يجلس سيستم. إذا اختل واحد من هذه يختل العمل بطبيعته، ونلحظ هذا الخلل بشكل واضح. الإسلام بكل ما فيه يتلخص على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أين السياسة الدولية؟ أين علوم الاجتماع؟ أين علوم الاقتصاد؟ أين الإسلام والعبادات؟ أين ذلك كله؟ ترى أنه يتلخص في بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتسأل أول ما تسأل، إذا أين العبادات من هذه المنظومة الأخلاقية؟ فيتحدث عن العلاقة بين أركان الإسلام أو العبادات والأخلاق. وتحدثنا بشيء من التفصيل عن العلاقة بين الصلاة وبين الأخلاق، وذكرنا مما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إذا الصلاة وسيلة لغاية أكبر منها، الوسيلة تؤدي إلى الغاية، الصلاة تؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا الصوم وسيلة لغيره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من حج فلم يرفث ولم يفسق إلى آخره. هذه المنظومة الأخلاقية إنما تفرعت من المنظومة التعبدية. فنتساءل، العبادات وسائل أم غايات؟ وسائل لغاية أكبر. ما هي الغاية الكبرى؟ تمتين العلاقة برب العزة سبحانه وتعالى، وينبثق عن ذلك حسن التعامل معه. وتحط كم سطر تحت الكلمة دي؟ مع الله، مع الناس، مع الكون. مع الله، مع الناس، مع الكون. في جملة المراجعة سألنا: إذا سألك أحد من الناس any organization in the United States، ده يعني في الدنيا كلها، has a vision and mission،
What is the vision and mission of Islam? ما الغاية الكبرى وما الأهداف التي تعين على تطبيق هذه الغاية؟ هل تفكر أحد في ذلك قبل ذلك؟ قلنا إن الغاية من الإسلام هي السعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشكر، إذا أنزلنا عليك القرآن ليحقق السعادة للبشرية. الخطوات التنفيذية أو المشن أو الأهداف التي تؤدي إلى هذه الغاية تمتين العلاقة مع الله إلا ليعبد الله، تطهير النفس وتزكيتها وتنقيتها وطهارتها، قد أفلح من زكاها، عمارة الأرض وتطوير أركان الحياة، واستعمركم هو الذي أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. فهذا هدف كبير وهذه أهداف مؤدية إلى الغاية الثانية. اتفقنا؟ إذن غايتنا من خلال الإسلام ومن خلال العبادات تمتين العلاقة مع رب العزة سبحانه وتعالى، ثم حصد ثمان ما يترتب على هذا الاعتقاد من عمل نتعامل به. امرأة مع زوجها في بيتها، رجل مع عياله، شريك مع شريكه، مالك مع موظفيه، مريض مع طبيبه، أستاذ مع طلابه، إلى آخر ما تمتزج معه الحياة أو تتكون منه المكونات البشرية الموجودة على ظهر الأرض. صلوا على الهادي البشري. بعد هذه المقدمة ذكر أن ضعف الإيمان، عفوا ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان، ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة ممثل للأخلاق في جملتها، وسيأتي الحديث عن ذلك بتفصيل كبير في باب الأمانة الذي سيذكره برؤيته المميزة رحمه الله تعالى، وجعل ما ترك وراءه في ميزان حسناته. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. هذه العبادات دلت على ادعاء الإيمان والانتماء لله تبارك وتعالى، ولكن هذا الإيمان كان ناقصا لأنه لم يتطابق مع التطبيق العملي. هذا الإيمان لم يتطابق مع التطبيق العملي. من فترة فلات تاير، did you have it before؟ فلات تاير تركن عند أول واحد بتاع كاوتشان، غير لنا الحاج دي، فيجيب كل الحاجات اللي عنده ويحاول يفك. لا مش فكة، مش نفع. ليه يا عم؟ هي كمية، فك يا عم العجلة علشان تصلحها. قال لك: لا، أصل هما المفترض في دينك مفتاح صغير كده مرتبط واحدة بس، لو لم يتطابق معنا ما استطعنا أن ننجز هذا العمل. حتة مفتاح صغنون كده، صغنونة كده، صغنانة قد كده، لمسمار واحد من الخمسة ولا من الأربعة على حسب العدد، واحدة بس. If it's not applying with it, he cannot do it anything. لا يستطيع أن يفعل شيء. إذا تصورنا هذا في واقع الحياة، عندك كمبيوتر موجود فيه USB بشكل مختلف، أو أي مخرج للتليفون HMID ولا مش عارف الحاجات الغريبة اللي بيقولوها دايما، كل ده أبلاين. إذا لم تتسخ لن تستطيع أن تكتب من عملك. ادعاء الأخلاق، عفوا ادعاء الإيمان، سامحوني، ادعاء الانتساب، يا ادعاء الانتماء إلى الله، شعارات لم تتحول في حياة ذلك المتعبد. يبكي في الصلاة، متأثر بما يتلى عليه، يظهر أمام الناس منتهى البراءة، لكنه يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وسفك دم هذا ولعن هذا وفعل. منظومة الأخلاق مهدرة. مهما ارتفع رصيد الأعمال الصالحة كأعمال صالحة في مسماها، لكنها لم تؤثر على هذه النفسية ولم تتجاوب مع النفس، فيصدر منها التطبيق العملي لما تم دراسته. فاكرين لما اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين العلم النظري والعلم التطبيقي، وقلنا هو ده الرابط بين موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وبين العبد الصالح. موسى عليه السلام كان أعلم خلق الله تعالى على الأرض، ولما سئل عن ذلك: هل يوجد على الأرض من هو أعلم منك؟ قال:
لا، وقد صدق. فلماذا أمره الله تعالى أن يذهب إلى شخص آخر ليتعلم منه؟ هو أعلم أهل الأرض في الجانب النظري، في جانب التعبديات، في جانب الشرائع، في جانب ما يتأتى من علم الله تعالى من نصوص ووحي. لكن عندنا جانب تاني مختلف شوية، وهو الجانب التطبيقي. طبيب المحترم الذي التحق بكلية الطب وعاش مع هذه الحالة سنوات من الدراسة وحفظ كل المصطلحات وكل الجزئيات في الجسم والمؤديات والمؤشرات والمؤثرات والانطباعات والسايد افكتس، درس كل شيء في دماغه عبارة عن كمبيوتر، لكنه لم يقف أمام جسد مريض يوما ما. يا دكاترة، يصدق أن نسميه طبيبا؟ لا خالص. يروح يدرس في الجامعة يبقى اسمه بروفيسور هناك، بس ما يجيش هنا، ما يتعاملش مع الكيس، ما يوقفش قدام سرير مريض في المستشفى، لأنه لم يوجد، لم يطبق العلم النظري، لم يحوله إلى علم تطبيق. لما راح للعبد الصالح علمه علم استقراء المواقف. شايفين حاجة غريبة بتحصل كده والدنيا فيها دوشة، أكيد في كمين، إحنا عارفين الراجل ده لما قال ملك ظالم يأخذ كل سفينة النصر، شغل دماغك. في الموقف الثاني، في الموقف الثالث إلى آخره. والشاهد في القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار من مثل هذا الحديث أشار إلى أنه لا بد من المطابقة التامة بين ما ندعيه بألسنتنا ونتكلم به وبين ما نطبقه على أرض الواقع. لكن بين ذلك مقدمة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول ألا يغتر أحدنا بذاته مهما كان ما يعتقد أو يتحدث به أو يطبق، ولئلا نسيء الظن في الناس أنهم لا فلاح فيهم. إيه المقدمة دي؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فحتى لا يغتر أحدنا بنفسه، انتبه. أحمد كلامك جميل، ولكن بني آدم يصدر عنك الخطأ ويصدر عنك الصواب، فانتبه إلى توبة تعقب كل عمل حتى ولو كان عملا في ظاهره صالح، لأنه قد يخالط العمل الصالح نوع من الكبر أو الانتشاء أو الفرح بالنفس أو الغرور أو الإعجاب أو مباهاة الناس، أي ما يكون من ذلك. وفي الوقت ذاته إذا رأيت فلانا على أحسن درجات العمل ثم صدر منه شيء فلا تسيء الظن بالناس، فإنما هو إنسان يصدر عنه الصواب ويصدر عنه الخطأ، وتكتمل منظومة الحياة بهذا التوصيف، والله تبارك وتعالى أعلى واحد. انتقل رحمه الله تعالى إلى مستوى آخر من الحديث وهو نحو عالم أفضل. ذكر بقوله الأخلاق في الإسلام ليست من مواد الترف، ما هي زي مادة الدين كده في المدارس بتاعتنا في هناك، ما فيش عليها درجات ولا امتحانات، فالعيال ذكروها ما ذكروهاش مش مهم. ليس من الأخلاق في الإسلام من مواد الترف، وإنما هي جزء أصيل في الاعتقاد. هنراجع مع بعض، سامحوني إن في بعض الحاجات بكررها كتير، بس للتأكيد. القرآن الكريم في أول ما أرسل وهو يرسل الأخلاق أرساها مقترنة مع العقيدة. نراجع مع بعض. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عقيدة والأخلاق عقيدة. وثيابك فطهر أخلاق، والرجز فاهجر أخلاق، ولا تكن تستكثر أخلاق، ولربك فاصبر أخلاق. خمس دعائم للدعوة، خمس دعائم أركان للدعوة، واحدة منهم عقيدة وأربعة أخلاق. ماذا تريد بعد ذلك لتدرك أهمية ما نتحدث عنه؟ ماذا تريد بعد ذلك لتدرك أهمية أن تحصل على الكتاب وتحطه على التليفون ولا على الأيباد ولا حتى على أي حاجة؟ ونراجع اللي احنا قريناه ونحاول نفهمه ونلاقي كلام صعب ونبعت تكست مسج للراجل اللي كان بيشرح، على فكرة أنا صفحت كذا سطر كذا ما لقيتش، ما فهمتش، ممكن الإصلاح تشرح لي؟ أي حاجة كده. هو احنا بعيد علينا إن احنا نعتبر أنفسنا طلاب أو تلاميذ ونشتغل مع بعض كده، نتعاون على فهم المراد من النص، ونحاول أن نضيف إلى ما ذكر الشيخ الغزالي حتى ولو بقدر ما استوعبنا من الفهم والأفكار والتطبيق
حد فينا يحاول يشرح الكلام ده لاولاده بشكل مختلف هيلاقي نفسه محتاج يفهم اكتر علشان يشرح اكتر، والله تعالى اعلى واعلم. إصغاء تام. نعم. إصغاء تام. رأسي. هو سرحان أصلاً في الفطار. صلاة. عن أسامة بن شريك قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم. إذ جاءه ناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن من فوق. بالبساطة دي؟ نعم بالبساطة دي. وفي رواية: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلام أحسنهم خلقا. سئل صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو يقول: النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إن الله يكره الفاحش البذيء، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. مع كل ما في الإسلام من تكاليف، شيخنا هنا يقول إيه؟ يقول: ونبي الإسلام دعا إلى عبادات شتى، وأقام دولة ارتكزت على جهاد طويل ضد أعداء كثيرين. فإذا كان مع سعة دينه وتشعب نواحي العمل أمام أتباعه يخبرهم بأن أرجح ما يكون في ميزان حسناتهم الخلق الحسن، فإن دلالة ذلك على منزلة الخلق في الإسلام لا تخفى. الخلق، عفوا، الدين كله عبارة عن علاقة بين الإنسان و، صح؟ الدين كله عبارة عن علاقة بين الإنسان و، يعني أنا متدين، يعني أعتقد في الله، اتفقنا؟ وأتعامل مع البشر، أتعامل مع ربنا وأتعامل مع البشر، والبشر بكل مستويات، على رأسهم رسل رب العزة سبحانه وتعالى. فأتعامل مع رسل رب العزة سبحانه وتعالى بأخلاق المحسن اتباعهم تقديراً لمقامهم واحتراماً لمكانتهم. دول خيرين جملة دي بس لوحدها كده، إنك أنت بتتعامل مع الرسل باتباعهم، أنت طبقت الدين كله. فتطبيق الدين كله في جملته أتى من خلق الاتباع. اتفقنا؟ طيب، في المنزلة التالية الأبوين، أليس كذلك؟ ما معنى أن تتعامل بخلق مع أبويك؟ معنى كده أنك أنت عندك انتماء لهذه الأسرة، وتقدم للجيل التالي نموذجا للشخص الصالح. في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، قال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغدق قبلهما أهلا ولا مالا، وإني تأخر بي الرواح يوما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغدق قبلهما أهلا ولا مالا، فوقفت والإناء في يدي حتى استيقظا مع الفجر،
وأطفالي يتضورون تحت قدمي جوعا، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أحدا، فانتظرت فلما استيقظا سقيتهما ثم سقيت أولادي. يبقى العيال الصغيرة الأول وبعدين الزوجة وبعدين يشرب هو. عارفين دلوقتي الكلام ده إيه؟ دلوقتي الكلام ده إن البيت ما فيهوش ولا حتى حباية ملح. خلال عيال صغيرة تبكي من الجوع مستنيين حاجة واحدة بس موجودة في البيت. مستنيين ده ليه يعني؟ مستنيينه ليه؟ إلا إذا عدم كله ما فيش في البيت ولا نفس. لو في في البيت حتى بصلاية مرمية في جنب كانوا راحوا قرقشوها من الجوع لحد ما صاحبنا يستنى مع الروم وراحته يخلص ان شاء الله يخلص بعد اسبوع، احنا اكلنا الجزر المبني على الارض. لكن كونهم يبكون تحت قدمي دلاله على انه لا يوجد في الدار الا ما في يده. وبعدين نشوف بقى الست المحترمه اللي احترمت احترام جوزها لابوهمه. ما قالتلوش بقول لك انت هتجوعنا ولا ايه؟ احنا بنقعد نستنى الناس لحد ما تصحى ادينا خلينا ناكل وبعدين هم ياكلوا ولا ان شاء الله ما تقلوا. لأن هو نايمين لم تفعل ذلك، وإنما صبرت حتى استيقظ. الجميل في الموقف إن ما دام الناس دي مستنية للفجر عشان تاكل معنى كده هم ما كانوش برضه من امبارح، صح ولا أنا بحلم ولا إيه؟ الناس دي مستنية الأكل اللي في إيد الراجل ده شوية لبن دلالة على أنه لا يوجد في البيت شيء ولم يأكله، وإنما هم جياع وذلك وقت الطعام. الخلل الوحيد اللي حصل في المنظومه انه اتاخر، فلما اتاخر الناس نامت من الاجهاد، فكره ان يوقظهما وكره ان يطعم قبلهما. اخلاق عبر عنها من خلال موقف اخلاقي في التعامل مع الوالدين يكون سببا في نجاه صاحبه ويكون مثالا يحتذى الى يوم القيامه. ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وعده الخطباء معينا مثمرا معهم في كل ما يتحدثون به. تأتي بعد ذلك منظومة التعاملات الإنسانية مع الناس. شوف بقى عندك جيران، عندك أصدقاء، عندك إخوة، عندك أخوات، عندك أولاد عم، عندك 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 العلاقات البشرية. ثم يأتي التعامل مع الكون كما ذكرنا. طيب صلوا على هذه المشي. لما كان الكلام النظري وحده لا يكفي، يعني احنا قلنا لحد دلوقتي كده كلام نظري. ابو حمزه الاسبوع الماضي بعد ما خلصنا اخذني من ايدي قال لي كل الكلام اللي انت قلته حلو بس صوت وجنبوك خلينا نعمل اي حاجه اهو دلوقتي. الكلام النظري لوحده لا يكفي. فلما كان الكلام النظري وحده لا يكفي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الاول الذي ارى الناس كيف تكون الاخلاق. لن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة، فالرجل السيء لا يترك في نفوس من حوله أثرا طيبا أبدا. شوفوا بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مثلا أعلى للخلق الذي يدعو إليه. شوف كده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. يقول تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. أنا أذكر كده من الكلمات المأثورة عندنا في الفلاحين، يقول لك الراجل ده ما بتطلعش منه العيبة، ويكفي لذلك وصفا، ويكفي لهذا الرجل وصفا أن يقال عنه ده، مش محتاج يقول بقى تاني حاجة. يقول لك ده الراجل ده صح الجماعة المصريين هنا، يقول لك الراجل ده ما بتطلعش من بقه العيبة بس، مش محتاجين نقول حاجة تانية، يعني مش محتاجين نكمل الأوصاف ندهني، لا مش محتاجين نقول حاجة، بس كفاية كده. دل ذلك على أن هذا اللسان يعبر عما يفكر فيه الجنان وينطق بما يؤمن به القلب. اللسان ترجماننا في الداخل. فلما بنلاقي حد بيشتم على الفاضي وعلى المليانة، دل ذلك على أن عقله فيه شيء على الأقل ما فيش ترتيب أولويات محسن الظن في الناس، لكن على الأقل ما فيش إيه؟ ترتيب أولويات في الدماغ. والقلب ليس متعلقا بالله تبارك وتعالى ذلك التعلق الذي يشغله عن أن يقول كلمة سيئة. مثال
صلوا على النبي. لو حضرتك معاك تليفون مهم، لو حضرتك معاك تليفون مهم وعندك حد من ولادك او الزوجه او حضرتك، عشان بس الامثله تبقى متناسبه شويه اشكرنا بعد ما نمشي تمام. لو حضرتك معاك تليفون مهم وعين من عيال جاي يقول لك ماما انا عايز اكل، ايه رايك؟ هتكلم تليفون مهم، الخط الساخن ده اولى ولا الانشغال بالرد على عيل صغير؟ مهما كان احنا عندنا حاجه اتس امرجنسي وجنانات، هيكون اهم ولا الالتفات عما يحدث؟ طب هم عايزين يتغدوا وحضرتك عندك دلوقتي حاجه مهمه جدا لازم يترد عليها، هنأكل الغدا 5 دقائق صح؟ 10 دقائق من الدنيا دي ما مش هتقوم يعني. انا ليه قلت المثال ده؟ القلب الذي صدق في علاقته مع الله لا يرى غيره، ووصفه بالله تبارك وتعالى اولى عنده من وصفه لاي شيء اخر، والالتفات الى مراد الله عز وجل صاحب اولويه اولى عنده، ولا يرى ولا يسمع ولا ينظر الا بامر رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا تطبيق لما قاله الله تعالى في الحديث الشريف حديث القدسي، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليه. هو ربنا سبحانه تعالى الله عز وجل عن التشبيه، بس ازاي يكون قدم اللي بمشي عليه ورجل ايه الكلام ده؟ قال لي لا ما هو انتبه، لا يسير العبد الا بمراد رب العالمين، فكأنه لا يسير بقدمه وانما بامر الله في قدمه. ويده التي يبطش بها لا تتحرك الا بمراقبه الملك سبحانه وتعالى، وعينه التي تبصر، واذنه التي تسمع، ولسانه الذي يتكلم، كل ذلك لا يخرج عن اطار مراقبه رب العزه سبحانه وتعالى. نفهم من الكلام ده كيف يكون العبد ربانيا، يقول للشيء كن فيكون، ده عنده شويه من شغل الالوهيه. لا مش فكره، ده مش فكره انه ممتلك شيئا لذاته، قضية أنه يعمل بأمر الله فلا يرد الله له طلبا. ادعينا مولانا، سمعنا مولانا يعني، متخيلين أن مولانا قريب من ربنا شوية، فلما يدعي ربنا مش هيزعله. يعني متخيلين؟ والله الذي لا إله غيره. ما تتصور حالة مثلا مولانا رايح يزور مريض ويقول يا رب اللهم إنهم يتوسمون في عبدك خيرا، فلا تخذلهم ولا ترد ثقتهم بمعاصينا، واطف اللهم بهم لا لاجلنا وانما لكلمات الخير التي تساق على السنتنا. موقف محرج فعلا انك تتحط قدام الكاميرا كده وتفيس الحاله ويا ترى ليك مكانه ولا لا، وانك انت ترجو الله لانه هو الفاعل على الحقيقه سبحانه جل في علاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم طاهر اللسان. شوفوا كده سيدنا انس رضي الله تعالى عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي اف قط، مش ولا مره شخص فيه، مفيش ولا مره عمل كده اف، ما قال لي اف قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. انتوا عارفين الكلام ده لو بيتقال لغير مؤمنين هيقولوا له ايه؟ يقولوا له ايه الشخص السلبي ده؟ يعني ما فيش ولا مره قال له اعمل ولا ما تعملش؟ لا انا هفهم الكلام بشكل مختلف. احد اخواننا النهارده في حوار كده لما بيبقى في بيكنيك بعد البطلق بيسموه ايه بيكنيك؟ بتاع اللي كان عندنا ده الكيو ده الله يفتح عليك البتاع الفيو الحلو ده لما يكون في لحمه وكده فالناس بتسخن تتكلم كويس ان شاء الله. باربيكيو باربيكيو يعني عشان هم بيقلبوا لحمه على جنب بيجربوها كتير. صلى على النبي صلى على النبي. فبيقول ايه؟ بيقول والله كنت انظر الى وجه ابي فاعرف ما يريد وافعله قبل ان يتكلم. هو يتحدث عن حاله ويصف ما عنده
مش بيعيد لنا حاجة من الوهم، فيقول والله ما نظر لي أبي مرة لأفعل شيئا إلا فعلته قبل أن ينطقني. إيه الروح اللي موجودة بين الشخصين دول؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه التناغم ده؟ هل الأب ده لما نظر فقط كان شخص سلبي؟ ولا كان أعلى من مستوى الإيجابية الموجودة عندنا؟ قوم يا ابني، يا تتحرك، حرام عليك لك تشلني جنبك. مظبوط؟ ذلك مستوى أعلى مما نتحدث نحن عنه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له أف، فالنظرة تكفي. والعتاب بالقلب أشد على النفوس من العتاب بالنظر، وأشد من العتاب باللسان. العتاب بالقلب أشد من العتاب بالنظر، والعتاب بالنظر أشد من العتاب باللسان. ما تبص لحد كده بس كده وتقول له بعينيك بس كده بياكل. طب مش هقول انا، طب مش هقول، مش عايز اقول لك ان انا عملت بقى على افكار وبتاع. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بالكلمه الطيبه. النبي عليه الصلاه والسلام ربى انس رضي الله تعالى عنه، رباه من غير عرف، ورباه من غير لفظ بذيء، ورباه من غير تعنيف ولا كلمة قاسية، رباه. وكان أنس أيضا حريا بأن يربى بهذه الطريقة. فإحنا برضه عندنا عيال كده عايزة بس يتشد عليها شوية، مش هقول كلمة تانية. تمام؟ طيب. كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا خدنا بالنا إيه اللي حصل؟ ما أنا هقول لك. كانت الأمة الجارية الصغيرة كده 20 13 14 15، أو أمة بمعنى أنها ليست حرة. كانت الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكه من كمه كده وتمشي وتمشي. يا بنتي طب استنى بخلص كلام بتاع الدكتور، طب بس دي امشي. تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، تنطلق به حيث شاءت. وكان إذا خلينا نقف عن هنا بس، هي ليه تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي به؟ تروح تعمل ايه يعني؟ ممكن تروح تبيع السوق مثلا؟ يعني عايزه توري الناس. نعم. دي النبي معايا، الرسول معايا، أو تمشي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تبان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يسير معنا، وإنما يسير في يدنا، هي اللي واخدها في إيديها ومشي. إيه التواضع ده؟ إيه الحنان ده؟ إيه التلطف ده؟ إيه الهدوء ده؟ ما هذه القدرة على التحكم في النفس؟ خلوا بالكم، إحنا بس عمالين ندعي إن إحنا مش كلنا مش فاضيين وعندنا أعمال كتير والحكاية، والدكتور يبقى يقول لي كلمني النهارده، كلمه بعدها بيومين واقول له والله انا اسف يا دوب لسه قاعد في الشغل وكده. مشغولين احنا، ناس مهمين جدا، مش اكثر من النبي. ومع ذلك كان يتوفر له الوقت ليفعل ذلك كله. يتسموه ايه؟ تايم مانجمنت. يعني الكلمه هي اصعب من الكيو اللي انت قدامي شويه. تقول لي بتعرف انجليزي وبتاع. عندنا يا رجل. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار. ليه يعني؟ اشمعنى ايسرهما؟ وشاطره كده وبتنفعل وتبقى ايسرهما عايزه تزعق في وسط الناس، ايسرهما اشمعنى ايسرهما؟ لانه لا يحب المشقه ولا يريدها لاحد من الناس. وهو الاقدر عليه الصلاه والسلام ان يفعل الاشد والاعسر. ولما فعل ما هو عسير في اعين الناس برر لهم لماذا يفعل ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصوم، صح؟ فلما رجع في ذلك يا رسول الله انك لتصل الصيام، قال انما ابيت يطعمني ربي ويسقين. ده مش شغلكم، ده موضوع مختلف عن اللي انتم بتعملوه. لكن كمشقه لا، يرفضها صلى الله عليه وسلم. ولما بعضهم كده يعني هم فلت عضلاته شويه كده وظن انه يستطيع ان يعني يسبق الاخرين، وكانت فلسفه رائعه من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لما سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم
فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. يعني إيه تقالوها؟ قالوا دي قليلة. بالله عليك حد يقدر يقول إن عبادة النبي قليلة؟ إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ هو بس إحنا مش فاهمين الموضوع كويس. هم عملوا نسبة وتناسب. قالوا إيه؟ قالوا إحنا يعني تخيلنا مثلا إن إحنا عندنا واحد مليونين وبيشتغل 10 ساعات. يبقى الراجل الفقير الإيحة ده هيشتغل كام ساعة؟ اللي ما عندوش حاجة يشتغل كام ساعة؟ يعني المليونين بيشتغل 10. اللي ما عندوش فلوس يشتغل قد إيه؟ 20. ده طبيعي. النسبة والتناسب هنا مظبوطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة وبيشتغل شوية دول. اللي مش عارفين رايحين فين يشتغلوا قد إيه؟ فهمنا الموضوع؟ كأنهم تقالوها مقارنة بما هم فيه. قال رسول الله: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عسانا أن نفعله. فلما هما يعني انبروا ليفعلوا ذلك لم يكن تقليلا من شأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إشفاقا منهم على أنفسهم ماذا عسانا أن نفعل، وما هو الكم المطلوب لنعبر من نفس المعبر الذي عبر منه النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال. فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء. وهنا قبل ما نخلص الحديث درسين مهمين جدا إن أذنتم لي. الدرس الأول هو أن أبواب الجنة تسع أعمال العباد كلها، وما أستطيعه لا تستطيعه، أو ما تستطيعه لا أستطيعه، ولكل منا باب يدخل به على الله. علمت نفس ما أحضرت. عارفين علمت نفس ما أحضرت يعني إيه؟ والله إحنا عاملين النهارده، أنتوا اسمه بتاع الفيديو الحلو ده. ففي حد جايب معاه صينية بسبوسة، والتاني جايب شوية سلطة، والتالت جايب له مش عارف 2 كيلو برتقال، والرابع مش عارف جايب له بسبوساية حلوة كده منورة. كل واحد على قد. شاركوا في الأكل ولا ما شاركوش؟ سموه البطلر صح لما نعمل كده. فكل واحد جايب اللي يقدر عليه. على قدر ما احضرت تعبر عما تجيد. فصاحبتنا مثلا يعني عملنا بطلر مثلا وقلت لنا قوم انا تضرب صينيه ملوخيه ما حصلتش حاجه جامده جدا. لا انا مش شايف. بتاع احنا بنعملها بالطاري. لا انا اخوك اضعف بني ادم في موضوع المنطق. والله ما اعرف انا ساكت فيه. اخوك بليد جدا في المساله. اسال الله ان يسطرها علي. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. بس انا كنت بقول لك اصلي يا اصلي بحب السوي ما بياخد. فالشاهد في القوم انا مش مستوعب الموضوع. انا كده بوظت كل المعلومات اللي اتقالت. راسي اللي حصل كله وقع مع كلمه الصينيه. سيره الطعام بتروح. طيب حلت نرجع نقول صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا يستطيع ان يدفع الله سبحانه وتعالى من باب. لا زال اذكر موقف حصل. لو سمعتوا عن الحاج صلاح عطيه رحمه الله تعالى، كان رجلا من اهل الخير في مصر. كان يقف كل البلدان والقرى والنجوع والكفور، مهمته في حياته انه يبني معاهد اسعيه. هو كرس حياته كده مليونين ملياردير ما شاء الله ما شاء الله. حياته مكرسه انه يبني معاهد رحمه الله تعالى. فكان هو متعود انه ينزل قريه كل اسبوع. عنده شركات واعمال بره وجوه مصر ما شاء الله. فكان متعود كل اسبوع يوم الاربعاء هو معاه العربيه بتاعته ينزل بيها على قريه من القرى مرتب مع الناس هناك. وعشان ينزل في اليوم ده يكون باعد 2-3 من الرجاله اللي حواليه، ينزلوا قبلها بكام يوم يتكلموا مع العمده ومع الشرطه ومع الناس اللي هناك، ويمهدوا يفرشوا له الفرشه بتاعته عشان لما يجي يلاقي كل حاجه جاهزه يطلع، ومعاه واحد من اذاعه القران الكريم، ومعاه احد المشايخ كان اغلى من يسير معه الشيخ زكريا الله يحفظه يا رب، وهكذا. في يوم من الايام بيستعد للخروج،
في مكتب الحاج صلاح قاعدين فوق. فدخل احد اخواننا في اذاعه القران الكريم هيروح معاه عشان يدير الجلسه. فلما دخل السلام عليكم يا جماعه، الناس اهلا وسهلا عليكم السلام وبتاع، ما في الحاج صلاح قالوا بيصلوا بيصلي الوقت. فصاحبنا قعد يستنى الحاج صلاح عشان يصلي وخلاص. فالحاج صلاح يبدو استحلاها ولا ايه؟ خلص ركعتين جاب وراهم كمان اثنين، جاب وراهم كمان اثنين، الناس قاعده مستنيه، هم هيمشوا الساعه 12 والساعه لسه 11 وربع مثلا. فمعاه وقت ما عندوش حاجه اسمها رش يعني. وبعد ما خلص صاحبنا بتاع اذاعه القران الكريم كده قال له حرام عليك يا حاج صلاح، والله العظيم ربنا هيحاسبك حساب شديد يا رب، اتقي ربنا اتقي ربنا وخاف ربنا بقى. فالحاج صلاح قال له ايه يا عم مالك انا عملت ايه غلط يعني؟ قال له يا حاج صلاح اتقي ربنا فينا وسيب لنا حاجه ندخل بيها الجنه. يعني انت انفاق منفق ومش هتلاقي صيام وكمان صلاه بتصلي كتير، سيب لنا حاجه نروح بيها يا اخي نعدي بيها الجنه، خلينا احنا ندخل الجنه. فالشاهد في القضاء رحمه الله تعالى، رحمه الله تقبل مني رب العالمين، اللهم ارفع درجه الجنه. فالشاهد في القول ان في ناس تعرف تدخل الجنه من باب الصيام، في ناس تعرف تدخل الجنه من باب الصلاه في الليل، وفي ناس تعرف تدخل الجنه من خلال انها تتحكم في شهوتها او تتحكم في الغريزه او ايا ما يكون. ده اللي الدرس الاول بس انا نسيت الايه بس ان ربنا يفكرنا بيه بعد شويه. اللهم صل على هذا البشير صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فقلنا من خلال النص ده لان الصحابه تقالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبسط عليهم الامر وان ييسره. ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما. وكان احنا قلنا الكلام ده ان كانت الامه لتاخذ بيد النبي فتنطلق به حيث شاءت. وكان اذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده. سلم على الحاج كده، ما تسلمش عليه شيء كبير. ما تحسسوش بس، يعني ما تحسسوش انك انت قرفان منه. يعني انت ليه محسسه ان هو ايده متوسخه لسه من اللحمه بتاعت الباب بتقول لك انها ايه يعني؟ ما تحسسه ان هو كمان نضيف وانه يستاهل انك انت. وبعدين انك انت لما تسلم على الحاج وتشيل ايدك منه بسرعه معناه ان السلام ما كانش صافي لله. او ان قلبك مش كامل النقاء تجاه هذا الرجل. لكن تسلم حد كده وتستمتع بانك انت ماسك ايديه تعض عليها، هو ده بقى التطبيق العملي اللي السلام اذا تصافح المسلمان تتساقط او تحاق عنهما ذنوبهما. طول ما ايدك في ايده كده الذنوب عماله تقع، بس اوعى تستحلاها بقى وتبقى بتذاكرني معاك نص ساعه، يعني خليك حلو كده تمام. والشاهد في القبر. طيب شوف كده، حاضر يا سيدي، عندنا حاجه اسمها اخلاقيات الرخاء، اخلاقيات الرخاء واخلاقيات الشده او الازمه. اخلاق الرخاء واخلاقيات الايه؟ الازمات. صلوا على النبي. اخلاقيات الرخاء ان احنا قاعدين دلوقتي بنضحك كلنا وبتاع، ايه الداعي ان احنا ما نحترمش بعض؟ احنا هنقول احلى كلام في احلى مجال في احسن ناس واحسن مجاملات تطلع. لكن خلينا نختلف في موضوع. بدانا ندخل بقى موضوع الازمه. تمام؟ النهارده جاي اثنين عايزين يتجوزوا. فقلت لهم انتوا دلوقتي ايه؟ على البار. الدنيا اخر حلاوه. ابتسامه عريضه على الوشوش كده والناس بتبص لبعضها بمنتهى الاشراق والاقبال والحيويه و... يعني حاجه كده عظيمه جدا، عظيمه يا بلد. فبقول لهم خدوا بالكم ان ثاني يوم جواز حضرتك هتكتشف ان في شخص ثاني موجود، في بني ادم غير اللي انت كنت بتتكلم عنه بقى. وحضرتك هتلاقي شخص مختلف تماما. هنقضي كده يومين ثلاثه جمال جدا، الهاني مون ولا الهاني تايم ولا وات ايفر على حسب بقى كل واحد ونصيبه اللي يطلع في ايديه. وبعد شويه هتلاقي نفسك اتعودت على الحاله اللي كانت بتسبب السعاده دي وبدات تواجه الحقيقه والبس يا معلم بقى فيس. هنعمل ايه ساعتها؟ بدا الجد لا ما بصتش الحمد لله اصحابي لان هم ما كانوش مكملين الورق فانا رجعتهم فما عملتش لسه. فالشاهد في القول في اخلاقيات الرخاء وفي اخلاقيات الازمات او الشدائد. يوم انس كنت امشي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشيه.
شبعت. فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته. شد كده الخيل، خيل يتشد الشدة دي لدرجة أن يرى أثر الله. ثم قال: يا محمد مر لي، مر لي، أؤمر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء بمنتهى البساطة. طب فين التعويرة اللي حصلت من شوية؟ موضوع خلص. وفي رواية في مرة نسمع بيقول له: فإنك لا تعطي من مالك ولا من مال أبيك. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فيأمر له بعطاء فيستقيم. يعني في رواية أخرى إن لما دخل الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فحد يعطيه يا جماعة أي حاجة ما فيه، فأخذ القول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى هم حتى أن عمر أن وحط بعدها بقى شوية نقط وأنت عارف بقى إيه ممكن يحصل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ذلك الرجل ودخل إلى غرفه فأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه، وفي كل مرة يقول: أرضيت؟ فيقول: لا. انت متخيل حضرتك يعني حد كده بيقول لي انا عايز يعني فدينا له كوبايه كده مبسوط؟ لا. طب خد الميه. لا. طب خد الميكروفون لسه. طب خد الكتاب لسه. طب خد الدكتور يحكي. اه كده تمام. فلما قال رضيت اثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا، بس الكلام ده حصل فين؟ جوه. فقال له: هلا قلت مثل هذا امام اصحابي فانهم قد وجدوا في انفسهم عليك. هو مش المساله مش مساله الهم، مساله ان مش عايز يبقى في نفوس الصحابه شيء على الرجل، فهو مشفق على الرجل ومشفق على اصحابه ان يكون شيء في صدورهم من ذلك الرجل. مش عايزين اي تهديدات ثانيه، فنكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. بارك الله تعالى فيكم ولكم واحسن اليكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزاكم خيرا وان يرضيكم فيما بين ايديكم. امين. السلام عليكم.